وبالقدم اليسرى الأرجنتيني وضعها الأرجنتيني، سجلها الأرجنتيني، الركلة الترجيحية الأولى ناجحة للعين. النرويجي هو على التنفيذ، النرويجي الركلة الترجيحية الأولى لشباب الأهلي في نفس الزاوية، في نفس الزاوية وضعها النرويجي، ممتاز. اللاعب سفيان شالها مايت، شالها مايت سفيان رحيمي، تألق مايد ناصر، لكن سفيان رحيمي يهدر الأخرى. الآن بالقدم اليسرى يوسف جابر ولا خالد، يوسف شالها خالد، فرحة لم تكتمل لجماهير الفرسان، وردت الفكرة الترجيح الابام ولا مايد، كوتو توغولي اللي سجل في الدوري وسجل في الكاس، قوية من لابا سجلها، اضاف الهدف الثاني والركلة الترجيحية الثانية بنجاح. الركلة الترجيحية يوري سيزار تقدم لها، يوري حلوة قوية من يوري سيزار، راحت في مكان صعب على حارس اللمايد. الركلة الترجيحية الرابعة، يحيى تقدم لها، يحيى راحت في الشباك، كادت بأن تضيع لأن مايد ناصر راح معاها، لكن الكرة كانت أسرع عندما كانت النتيجة 1-0. نور الله وضعها أحمد نور الله وسجل هدف التعادل في الركلة الترجيحية الرابعة. كانت جاب قدم مباراة كبيرة. إيريك هو على التنفيذ بقدم اليسرى، إيريك تقدم لها، إيريك راحت سريعة لكن راح لها مايد، لكن الكرة بالشبك. مقابل 3 لشباب الأهلي، ركلة ترجيحية، كارتابيا من عادهم إلى اللقاء، كارتابيا الأرجنتيني، هل يسجلها الأرجنتيني؟ عيني الأرجنتيني، يا سلام يا كارتابيا، وضعها في زاوية بل في مقتل على حارس المرمى، صعبة جدا. خالد البلوشي، ومايد ناصر، مايد ولا خالد، لا خالد. خالد سجلها، ووضع العين في المقدمة مرة أخرى، كاد يتوقف مع كل ركلة ترجيحية، ينتظر البسمة، ينتظر الفرحة، ينتظر الآن التصدي من قبل خالد عيسى. الركلة الترجيحية هيكل يشيلها خالد، ولا هيكل يسجل.